من بعد الظلم والافتراء يلي تعرضت له شركة أفران الودن بيكري، أكدت نقابة الأفران وقوفها إلى جانب شركة أفران الودن بيكري فيما تعرضت له من ظلم. وجاء ذلك في خلال المؤتمر الصحافي يلي عقد باتحاد نقابة الأفران بلبنان بشركة أفران الودن بيكري بفوار أنطلياس. البداية كانت مع النشيد الوطني، ومن ثم كلمة رئيس مجلس إدارة شركة أفران الودن بيكري أسعد بوحبيب يلي أكد أنه اليوم نحن مجتمعين لنوضح للرأي العام ما حصل. كل نتائج التحاليل المخبرية التي تسلمناها بواسطة القضاء مشكورا وعددها 7 أكدت أن العينات كانت مطابقة للمواصفات، وهذا يؤكد أن شركة وودن بيكري لم تستعمل منذ تأسيسها أي مواد غير صالحة. اليوم وبعد ظهور النتائج يجب عليهم أن يقدموا اعتذارا للرأي العام الذي ضللوه، ونحن لن نقبل أن نكون لقمة سائغة، وسنكون بالمرصاد لكل من يحاول تشويه سمعتنا وتاريخنا. نناشد كل المسؤولين والمعنيين من وزراء ونواب العمل على تحديث القوانين حتى تكون معاصرة ومواكبة للعلم والتطور، وتمنع إلحاق الظلم بأي مؤسسة واستباق نتائج التحقيقات. كما كانت كلمة لرئيس نقابة أصحاب صناعة الخبز بلبنان توني سيف يلي أثنى وأكد على ما ورد ببيان رئيس مجلس إدارة شركة الودن بيكري. أريد أن أناشد كل منصات التواصل الاجتماعي وبعض الإعلام أن يتوخوا دقة الخبر قبل أن يطلقوا الأحكام جزافا على أي مؤسسة خاصة مهما كان نوع نشاطه، فرن ولا غير فرن. والمشككين أيا كان، ودعوني أتساءل، أين مصلحة الأفران في زعزعة الثقة بينها وبين المستهلك؟ أين المصلحة؟ فالمصلحة مشتركة ومتبادلة، إذ لا استمرار بالعمل دون ثقة المواطن، ولا مصلحة للأفران أن يفرطوا بهذه الثقة. كما كانت كلمة لرئيس اتحاد نقابات الأفران ناصر السرور يلي قال لأنه الموقف فيه ظلم وعدم إظهار الحقيقة، تعودنا أن نقف مع الحق والحقيقة. مطلوب من كل من تناول موضوع الودن بيكري بالسوشيال ميديا بالسيء وأساء إلى سمعته، ليس فقط الاعتذار، إنما سحب كل شيء عن السوشيال ميديا، لأننا إن لم يحصل معنا تعاون سنتجه إلى القضاء.